قصص واقعية تروي معاناة أناس ينتظرون منكم المساعدة. اللي كارها مريضة من فمها، اللثة تاعها طابت، كي تاكل فوقانية كي تعطيني كاع طابت، اللثة تاع فمها وسنانها يتحتوا. أنا نتكفل بهم، أنا نتلبس لهم، بويهم ميت من 2002 يتامى، أنا كلش نديره، أنا نوكلهم، أنا نغسل لهم، أنا كلش نديره، ما يديروا والو لرواحهم، كلش نديره أنا، ولحد الآن مانيش نطيق. مرض باركنسون مرض مزمن، مرض مزمن، مرض واعر بزاف، يعطل على كل شيء، ما تاكل مليح، ما تشرب مليح، ما تقدر تخدم، ما تقدر ترقد مليح، والحالة راهي واضحة يمشي بصعوبة كثيرة هذا إلا قدر يمشي، لأنه في بعض الأحيان يضرب شهر شهرين ما ينوضش، خلاص ما ينوضش من الفراش مرة. واش نقول لك، ثم بدات المعاناة، بدا باش تديه لهذيك الماشينه، ماشي حاجه سهله بالنسبه ليه وليا ولباباه. كنت كل ما نلحقوا لهذيك البلاصه قلبي يتقطع وما نبغيش نبين له. بالقدره تاع ربي، بلا خوف، بلا احساس، بلا ما والو، كل خمم ديريكت باذن الله، نتطابقوا ونعطيله ونعطيله باذن الله. والحمد لله يعني بلا خوف، ودرت معاه العمليه الحمد لله، كثر خير ربي الحمد لله. صبرنا وجرينا واحساس تاعنا ربي سبحانه هو اللي على باله بالاحساس تاعنا، فهمتي؟ مي قالك ما يحسب الجمره غير اللي كواته، مي انسان الحمد لله، ماشي حاجه سهله، مي الحمد لله.